السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم عرض جد ممتاز ديال واحد المنزل اللي كيتباع تقريب السونتر في الناظور. الشارع كما كتشوفوا ديال 12 متر، راه غادي يكون عنده الكودرون إن شاء الله، غادي يدار له الكودرون على النفقة ديال مول الدار قبل ما تباع إن شاء الله. دارها ملكية فيها 117 متر كاري لتحت في الأرض و 130 متر كاري الفوق، ار بلوس دو سون فيزافي، ما عندهاش البني قدامها وما غاديش يكون البني قدام، يعني عندك واحد الاطلاله مفتوحه للقدام، ما كاينش البني قبالتك. في الدخله مباشره على يدنا اليمين كاين واحد الصالون شرجم على لافاساد، ديكوراسيون في السقف بالقبص، حاجه مزيانه بزاف. لي ماتيريال باش مخدومه الدار هذه كاملين شي حاجه بروميير شوا. فوالا واحد المنظر رائع الصراحه، الديزاين ديال هاد الدار هذه ولا ديكوراسيون ديالها من الدرجة الأولى، واحد الحاجة مزيانة بزاف، مختارة بعناية كبيرة. هنا كاين لانستالاسيون ديال لاكويزين في هاد البلاصة، هي حاليا راها صالا مونجي ولكن كاين لانستالاسيون ديال لاكويزين، اللي بغا يركب لاكويزين ديالو هنا. مي بو لانستون لاكويزين كاينة هنايا في الباتيو، هنا فين كاينة لاكويزين، جاية في لاكور. لاكور الفوق راه مسقف، غادي نوريو لكم في الآخر ديال الفيديو. السقف عندو إلكتريك بالتيليكوموند ديالو. الكوزينه كتعطينا اون فاس على واحد الصالون الثاني اللي كاين لتحت. فوالا هذا هو اللي عنده الباب على الدروج، عنده جوج ديال المداخل هذا الصالون هذا، يا اما تدخل من الجهه ديال الدروج ويا اما من لا كويزين. دار انستالاسيون ديال لا كليم كاينه في الدار كامله. بالنسبه للانستالاسيون ديال الكاميرا ديال سيكوريتي كاينه تما. هنا الكراج، الكراج حتى هو كبير. بالنسبه للسفلي كاين فيه جوج ديال الصالونات، كاين فيه كوزينه، كاين فيه حمام، وكاين فيه الكراج. الناس اللي عندهم الغرض وباغيين يشريو شي دار في المدينه ديال الناظور، راه هذا العرض هذا واحد العرض جد ممتاز، ما دايرش واحد العرض مزيان بزاف. تبعوا معنا هذا الفيديو هذا حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات كاملين. صراحه سعدت لي غادي تكون هاد الدار هذه من النصيب ديالو، لان واحد الدار صراحه انا شخصيا بعدا عجبتني بزاف، لا من الفصاله ديالها ولا من الديزاين ديالها ولا في اي حاجه فيها، كما قلنا كتحس بها محطوطه بالعبار. فوالا هي الباب الثانيه ديال ديك الصالون، واحد المنزل روعه الصراحه. كما قلنا ار بلس 2 قريب على السونتر، ربع ساعه على رجلي كانت في السونتر ديال الناظور، قريب على ولاد ميمون واحد 10 دقائق فقط. الدروج طالعين بالرخام، باسامانو ديال العود. ديكوراسيون رائعه الصراحه، المستوى ديال الاضاءه ممتاز اللي كاينه في الدار. بالنسبه للشراجم راه في هذا الوقت هذه كلشي كيعرف الشراجم راه الومنيوم، لي ريدو الكتريك، الشراجم بي في سي دوبل فيلتراج على حساب الصداع، وهادي ما يسمع والو الداخل. فوالا لي شومبر هنايا كاين بلاكار في الحيط، كاين التلفازه ديالهم. الدار راه كتباع موبلي بالفراش ديالها بالاتات بكلشي كما كتشوفوا هكا كتباع. بالنسبه للانستالاسيون ديال لاكليم كاينه في الدار كامله، كاين البلايص اللي مركبه فيهم لاكليم، كاين اللي كاين لانستالاسيون تما. هنا دوزيام شومبر باسكو البرومير ايتاج كاين فيه اربعه ديال لي شومبر، اربعه ديال البيوت، جوج الحمامات، واحد السيجور كبير، سيجور جاي عند واحد الاطلاله على البالكون، حمامات عصريه كيكونوا سوسبوندي معلقين في الحيط. كاين فيها في الدوزيام ايتاج واحد الحاجه مزيانه بزاف، كاين فيه واحد الحمام بلدي اللي عنده لانستالاسيون ديالو لتحت على حساب البوطات، وداكشي عنده لانستالاسيون لتحت في السفلي وطالع حتى للفوق، يعني عندك حمام بلدي في الدار هذه اللي كتزيد كيزيد واحد الجمال وواحد واحد الرونق خاصه. راه هذا الشيء راه مبني لواحد الشخص، مبني لراسو هو، باني لراسو هو، مختار كل شيء لراسو، الدار مبنيه على المعقول، شي حاجه مزيانه ديال بصح. يعني الناس اللي عندهم الغرض يشريو شي دار في الناظور ما تفلتش هذه الفرصه هذه، ما غتلقاش بحالها. اذا ما مشينا نهار اليوم د العرض نجي نتداثي تمنزان دي ثندين تنظا ثوثي سنترو النظا ديس 117 متر دي ماث سنج ديس 130 متر ديس سفلي 2 ايطاج سنج ملكيه.
ذيس توتال نيجن خمسان بيوت عبعن حمامات كوزينة ثلاثة صالونان اثنين نص الدار اثنين سيجور ذي الكاراج انستالاسيون كليمات هذه الدار تكمر امشان نسي الصباح يوث سي كوشي عشرة مينو تخول دميمون خضان اربع ساعات غاسين ترون نضا بانتو راني غير حوايج يزيد خدمت الدار تكمر حاشت يعني حاشت بريميرا مش نقاش شي حاشت الصباح الطاس ديكوراسيون مخيه تمنزات الاثاث النس سكوشي يجو مشاني الصباح كال بالنسبه للسكنه العائله وغتبور بني قبر النس يعني وادي مبوش نحاش تجيه فاش نغتبلع عش الرؤيه قبر نش ثدات النش ثوسد اتبدد ديك بالكون توارد تاسع وادي مبوث ثدات قبر نش حمامه مش توارم حمامه عصريه حاشت الصباح الطاس وين تاتي قضيت الحمام البلدي ولكن ما قلنا هنايا هذا هو الحمام البلدي هذا لداخل راه محطوطين فيه شي حوايج دابا لانستالاسيون ديالو خدامه كلشي اماش صراحه واحد العرض جد جد ممتاز نعاود نذكروا بالمعلومات انه الدار هذه قريبه من السونتر في الناظور 117 متر كاري في الارض 130 متر كاري الفوق ار بلس 2 ملكيه فيها خمسه ديال البيوت اربعه ديال الحمامات ثلاثه ديال الصالونات جوج ديال السيجورات كويزين والكراج كاين فيها لاكور فينيسيون احسن فينيسيون كاين فيها لي بالكون انستالاسيون ديال لاكليم ديال الكاميرا على حسب لا سيكوريتي كلشي كاين في الدار هذه الحاجه اللي بغيتيها متوفره هنايا الفوق ما شاء الله كاين فيها بيت حمام بلدي كما قلنا وصال دو بان عصريه بلس واحد الصالون كبير ما شاء الله عاد السيجور اللي جاي قبلت البالكون هذا ديال الضيافه هذا الصالون هذا كبير يتفرش واحد ديكوراسيون جد جد ممتازه والدار كما قلنا راه مبنيه على المعقول واحد اللي كيبني راسو راه باين غادي يدير شي حاجه اللي هي مزيانه بزاف ونقيه ديال بصح دابا غادي نطلعوا باش نشوفوا السطح كما قلنا لاكور الباتيو راه مغطي من الفوق الكتريك يعني بالتيليكوموند بغيتي تغطيه ولا تحل غير بالتيليكوموند السطح هنايا كبير ما شاء الله بنادم الا بغى يزيد شي حاجه او لا مهم حاليا الدار كتباع كما شفتوها هنايا نتمنى ان شاء الله الناس اللي عندهم الغرض يتصلوا بنا على الرقم ديالنا حتى اللي عندهم شي عقار هما بغاو يبيعوا حتى هما ما يترددوش يتصلوا بنا على 0644017000 الثمن ديال البيع 230 مليون سنتيم كتباعها كومبليتمون كما شفتوا الدار فوالا كما كتشوفوا هذا راه كيتسد الكتريك بغينا نوريه لكم كما قلنا نعاودوا الثمن 230 مليون سنتيم باش كتباع هاد الدار هادي كومبلي كما شفتوها هكا الناس اللي عندهم الغرض ما يترددوش يتصلوا بنا بالنسبه للرقم ديالنا 0644017000 كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم نتلاقاكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم ورحمه الله.